داخل آثار الدمار الذي خلفه الطيران الحربي على المدينة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الدمار نتيجة إلقاء البراميل المتفجرة على المدينة. مدينة 14/5/2014. حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي هاي شيل القرآن خالد. القرآن بيده. القرآن بيده خالد. وين؟ هذا القرآن. لا لا خذ شيل الفرشة هاي يا أبو الزبير. حسبنا الله ونعم الوكيل.